اشتغل. الآن الصرافة فيها مشكلة، أرجو من الأخوة الأخذ الحيطة والحذر. بعد ما تسحب أرجوك تأكد من عدم أي حاجة في الصراف. شوف شلون الآن يقول لك المبلغ المطلوب ليس من مضاعفات المية، فضلا ندخل مبلغ آخر بالريال السعودي وهذه البطاقة انسحبت. يعني لو مشيت وجو واحد بعدك وقال أبغى 100 ريال فقط، نعم تطلع لمية وهذه البطاقة. شفت كيف؟ أرجو الانتباه، هذا الآن أكثر من الصرافات الرياض فيها البلا. ها وأبقى لو أسحب مرة ثانية 100 ريال وهذه البطاقة عندي من غير بطاقة 100 ريال. يعني إذا جاء واحد بن حرام وراك ويبقى ينشف رصيدك راح ينشفه وانت نايم. أظن بس ما في، ما تقدر تسوي عملية أخرى غير بس سحب نقدي. يعني لو حاب يسحب 5000 كان سحبها ومشى وانت ما